عمري 17 سنة، تعلمت في المختبرات الإبداع والمهارات الأساسية والتعلم التجريبي. أنا أسامة من سوريا، من بعد ما أجيت على الأردن وانضميت لمختبرات الإبداع ودعمنا بمهارة تكنولوجية بقدر من خلال عمل تغير بالمجتمع. أنا الكردي من خريجين مختبرات الإبداع، اللي هي أني لأني أكون رئيس اللجنة المحلية لشبكة جيل 962، شبكة التنمية والتغيير المجتمعي.